أنا الدكتور أسامة الخطيب، استشاري أمراض الغدد والسكري في مستشفى موسى التخصصي. أنا درست في جامعات لندن، وأنا زميل وعضو في الهيئة الملكية البريطانية للأطباء الاستشاريين في جامعة لندن. كذلك أخذت شهادة الدكتوراه من أعرق جامعة في لندن، وهي الإمبيريال كوليج. وللشرف الآن أنني خلال سنة ونصف أعمل هنا كاستشاري لأمراض الغدد والسكر. قبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة المطروحة، وهي كلها أسئلة جميلة ومفيدة جدا للمجتمع، أحب أن أقول أن مرض السكري مرض مزمن يصيب الصغار والكبار، الرجال والنساء والحوامل. مرض السكري ينقسم إلى نوعين: مرض السكري النوع الأول، والذي يصيب الصغار من السن، وهو يعالج فقط بالأبر الإنسولين عدة مرات في اليوم. وأما المرض الثاني، مرض السكر النوع الثاني، والذي يصيب الكبار من السن، أعني كبار من السن الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة، عندهم مشكلة زيادة وزن أو فرط وزن أو سمنة، عندهم مرض وراثي عائلي، أن العائلة عندها مرض السكر. هذه ملخص سريع عن مرض السكر. ولكن نريد أن نقول أن مرض السكر ممكن الوقاية منه، وخصوصا عند الكبار، وكذلك بتجنب زيادة الوزن، بتجنب السمنة، وبتجنب أكل الحلويات والنشويات، الرز، البطاطا، المعكرونة، وممارسة الرياضة بشكل يومي ودائم لمدة 30 دقيقة. فقد حاليا هناك دراسة قوية تسمى الدراسة الصينية، أكدت أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة أو المشي لمدة 10,000 خطوة يوميا يمنع من حدوث مرض السكري. هذه نبذة سريعة عن مرض السكر، ولعلنا نتناول الآن عن بعض الأسئلة المفيدة التي وردت عبركم. السؤال الأول: هل من الممكن أن يستمر سكر الحمل إلى ما بعد الحمل؟ نعم، سكر الحمل هو عبارة عن مرحلة يكون فيها السكر فقط خلال الحمل. إذا كان قبل الحمل لا يعتبر سكر حمل، وإذا استمر لا يعتبر أيضا سكر حمل، إنه سكر من النوع الثاني. سكر الحمل ممكن أن يبقى بنسبة 3-10% فقط من الذين يصابوا بمرض السكري خلال الحمل. ونحن ننصح دائما المرأة الحامل التي عندها مرض سكري حمل بممارسة الرياضة واتباع غذاء يعني قوي يقلل فيه النشويات والأرز، حتى تتجنب حدوث مرض السكري مرة أخرى. كذلك نحن نوصي ونقول أن سكري الحمل ممكن يتكرر عندما يتكرر الحمل. إذا كان هناك أكثر من 3 مرات في الحمل يكون فيه سكر، يحدث نسبة حضوره سوف تكون معدل 90% بعد الحمل الثالث. وهذه هي طبيعة جدا، ولكن علينا أن ننتبه نحن في مجتمعاتنا السعودية والعربية إلى أن تخفيف الوزن واتباع نشاط صحي رياضي يوميا يقلل من انتشار حدوث سكري الحمل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أنا عملت تحليل الغدة الدرقية قبل 9 أشهر وتبين أن عندي خمول، هل هذا يرجع طبيعي بعد أخذ العلاج أو أن الخمول الغدة مزمن؟ الحقيقة هذا المرض يسمى كسل الغدة الدرقية، وهو ورض وراثي عادة من جهة الأم. أكثر من 60% من هذه الأمراض تحدث بسبب أن الأم أو الأب مصابين بكسل أو نشاط الغدة الدرقية. المشكلة في مرض الغدة الدرقية كالسكري هي مرض مزمن، أي أنه إذا تأكد التشخيص وتناولنا الدواء بانتظام سوف نكون كالأصحاء تماما. كذلك يجب أن نعلم أن خمول السكر يستمر مدى الحياة، وأنا أوصي مرضى كسل الغدة بأخذ العلاج بالانتظام
لأن كسل الغدة وساطته رغم أنه معقد جدا. مرض خمول السكر إذا لا تستمر في أخذ أدوية باستمرار يؤدي إلى الكسل، يؤدي إلى النوم، يؤدي إلى اكتئاب، يؤدي إلى فقدان الذاكرة، وربما بعد 5 أو 6 سنوات من عدم أخذ الدواء قد يؤدي إلى ما نقول عنه الزهايمر. فذلك هو مرض بسيط جدا، ينتشر في السعودية حوالي 5 إلى 7% من سكان المملكة، وخصوصا عند النساء، ونسبته عند النساء مقارنة بالرجال 3 إلى 1. فذلك نوصي دائما مرضى كسل الغدة أن يتناولوا العلاج بانتظام تام، وخاصة في الصباح وعلى معدة فارغة ولمدة ساعة، يتناول بعدها المريض الفطار، وهذا شيء عادي وضروري جدا. ومرضى كسل الغدة هم أصحاء مثلنا ومثل أي إنسان طبيعي، على شرط أن يتناول الغذاء وأن يتناول الدواء بانتظام. هل التكميم أو التتميم يقضي على مرض السكري؟ الجواب نعم ولا. ببساطة أن عمليات الترميم وتسمى برياتيك سيرجري هي عبارة عن نقص في الوزن. ربما يخسر الإنسان خلال سنة من إجراء العملية حوالي من 10 إلى 25% من وزنه. أريد أن أقول نقطة مهمة جدا، هذا نزول الوزن يعتبر علاج لمرض السكر. ولو أن مريض السكر التزم بحمية لنقص زيادة وزنه لكان مثل مريض البرياتيك سيرجري أو عملية التتميم. نسبة عملية التتميم أنها تنقص الوزن من 10 إلى 25% ممكن أن تخفف من نسبة مرض السكر حوالي 85%، ولكن هناك نسبة 15% على مرض السكر أن يتناولوا العلاج. السبب في ذلك أن مرض السكر بعد فترة مرور من الزمن 10 سنوات أو أكثر يصبح تماما كمرض السكر النوع الأول أي الأطفال. يعني معناها أن مريض السكر النوع الثاني بمرور الوقت 10 سنوات سوف يفقد نسبة خلايا الإنسولين بنسبة 100%. ولكن كما أسلفت هذه العمليات مفيدة جدا، مفيدة لتخسيس الوزن، مفيدة لتخفيف السكري، ومفيدة أيضا لانتشار أمراض القلب. فأحد أهم أسباب انتشار مرض القلب هي زيادة الوزن، وهذه العمليات كما قلت تخفف الضغط، تخفف الوزن، تخفف السكر وأمراض القلب أيضا. سؤال آخر جميل، ما هي أسباب نشاط الغدة الدرقية؟ كما أسلفت بالسؤال الأول أن نشاط أن الغدة الدرقية أمراضها 3 أنواع. المرض الأول نشاط في الغدة الدرقية وتسمى في اللغة الإنجليزية hyperthyroidism، أو كسل في الغدة الدرقية وتسمى hypothyroidism، أو العقد أو الأمراض السرطانية في الغدة. نشاط الغدة الدرقية يمثل حوالي 30% من هذه الأمراض، كسل الغدة حوالي 60%، وأما الأورام والعقد تمثل 10 إلى 5%. نشاط الغدة الدرقية يعني يشبه تماما كسل الغدة الدرقية. أسبابه عبارة عن أوتو أميون ديزيز، أي مرض يكون خامل في الإنسان، يتعرض لأي أيضا أي التهاب أو أي مرض آخر فيتنشط هذه الخلايا فيكون تظهر عوارض نشاط الغدة الدرقية. الغدة الدرقية مرض وراثي مثل كسل الغدة أو نشاط الغدة، وهذا المرض غالبا يأتي من جهة الأم الأخوال، وربما 10% من جهة الأب أو الأعمام. نشاط الغدة الدرقية يمتاز أو ظواهره كالشكل التالي: جحوظ في العينين، نقص في الوزن، زيادة دقات القلب، وشهية في الأكل، ونزول الوزن. طبعا علاجه بسيط بعد إجراء تحاليل كالTSH والT4 والT3 والتأكد أن المريض يعاني من نشاط الغدة. هناك 3 أنواع من العلاجات. العلاج الأول
عبارة إما حبوب يتناولها المريض بانتظام لمدة 9 أشهر ونسبة الشفاء فيها 50%. النوع الثاني من العلاجات مادة اليود المشع، وهي عبارة عن كبسولة يأخذها المريض وبعد شهر تصبح الغدة كسولة، فعليه أن يأخذ العلاج لمدة مدى الحياة. أما النوع الثالث وهو الجراحة، ونوصي به كاعتبار أخذ الغدة الدرقية، والآن ننصح بأخذها كاملة. وبعد الجراحة تصبح الغدة في حالة كسل، فيأخذ المريض العلاج باستمرار لمدى الحياة. سؤال آخر، هل نشاط الغدة الدرقية أو خمولها له علاقة بطبيعة الأكل؟ الحقيقة هناك شائعات كثيرة، ولكن الجواب الصحيح ليس له علاقة مطلقة من ناحية الأكل. ليس علاقة لها لا بأكل السمك ولا بقلة السمك ولا بأكل الرز ولا بأكل الخضروات، ولكن ثبت علميا أن الأشخاص الذين يسكنون في أقاصي الجبال كأبها ربما يصابوا بالتضخم في الغدة الدرقية فقط. ولكن أما النشاط والكسل هو عبارة عن مرض أوتوأميون ديزيز يظهر في العوائل، وهذا شيء حقيقي وطبيعي. سؤال جميل عن مرض السكر، وما هو أفضل وقت لفحص الكشف المبكر لمرض السكري؟ كما قلت سابقا، مرض السكري ربما الآن يقال عنه 3 أنواع. مرض السكري النوع الأول يصيب الأطفال، مرض السكري الحوامل يحدث فقط في الحوامل، والمرض السكري النوع الثاني. المرض السكري النوع الثاني والذي يحدث عادة في كبار السن بعد عمر 40 سنة، أو المرضى الذين يعانون من زيادة وزن مفرطة أو بسميها سمنة مفرطة. هل يستطيع المرء أن يكشف عن حدوث مرض السكر؟ الجواب نعم. نحن نوصي أي شخص بعد 40 سنة بإجراء فحص سنوي على مستوى فحص السكري، أو ما يقال مخزون السكر HbA1c، ولكن ممكن إجراءه مبكرا حتى قبل 30 أو حتى قبل 25 سنة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أي ما بدي ماس إندكس كتلة الجسم أكثر من 35 كيلوغرام على مربع متر. هذه الأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن أو زيادة مفرطة أو سمنة نوصيهم بالفحص المبكر حتى عمر 20 سنة، لأن هذا عندما يستطيع الإنسان أن يفحص ويكتشف السكر المبكر، هناك خطوات ناجحة وفعالة لمنعه، كاتباع حمية، كاتباع أساليب تغيير أنماط الحياة، كاتباع أساليب رياضة. كذلك نوصي مرضى السكر أو الأشخاص الطبيعيين الذين عندهم عامل وراثي من جهة الأب الأم أو الوراثة من جهة الأخ أو الأخت بإجراء فحص مبكر حتى في عمر 30 سنة. ما هي أعراض مرض السكر عند الأطفال؟ هناك فرق بين مرض السكر عند الأطفال ويسميه النوع الأول، ومرض السكري الذي يحدث عند الكبار. مرض السكري الأطفال هناك فرق بين وحدة الظاهرات أو ما يقال symptoms أو عوارض. مريض السكر النوع الأول العوارض عنده سريعة جدا، ربما خلال أسبوع أو أسبوعين أو أقل يحدث عنده فرط في التبول، فرط في نقص الوزن، حتى ربما يحدث عنده غيبوبة بسبب ارتفاع السكر وبسبب الأحماض الأمينية. وفي هذه الحالة عند وجود الأحماض الأمينية أو ارتفاع السكر بشكل مفاجئ، على المريض السكر الأطفال أن يدخلوا المستشفى لعلاجهم بطريقة صحيحة. هذا الفرق هو الوحيد بين النوع الأول والنوع الثاني. هناك فرق آخر، أن المريض السكر النوع الأول أو الأطفال أو الصغار في السن أو الأطفال الذي يحدثون في الولادة، ممكن هذه الأطفال يجب أن نراقبهم باستمرار، لأنهم يحتاجون إلى إنسولين ربما 3 مرات أو 4 مرات في اليوم، خاصة الأطفال الصغار عمر السنة، لأنهم يحتاجون إلى النمو، فعندما لا يكترثون بالمرض سوف يتأخر نموهم. لذلك من المهم جدا مرض السكري عند الأطفال أن يعالج بطريقة صحيحة، ونحن نوصي كأطباء غدد وسكر أن يتوجهوا إلى استشاري الأطفال
الاختصاص بأمراض الغدد والسكر لعلاجهم بطريقة صحيحة. كما أن هناك الآن متوفر ما يسمى البامب إنسولين بامب أو مضخة الإنسولين، والتي يستغني عنها الطفل عن أخذ الأبر مرتين أو ثلاثة أو أربع. هذه الإنسولين بامب هي عبارة عن مضخة إنسولين توضع في جهة البطن، ليس لها آلام وليس لها مشاكل، ولكن على مريض السكر أن يتبع بانتظام ويفحصها ويكتشف عنها، ويجب أن ينظر إلى أي خلل موجود فيها. هذه الإنسولين بامب موجودة في كثير من المستشفيات، وكذلك في مستشفى الموسى التخصصي. هل توجد طريقة الأخذ الإنسولين بالإبرة؟ حقيقة سؤال يعني ممتاز ورائع، ونأمل أن يكون هناك قريبا في اكتشاف علاجات لمرض السكر. المتوفر الآن هو الأبر إنسولين. هناك نوع إنسولين يسمى الأقلام، وهي سريعة وهي بسيطة، وحتى الوخز فيها قليل الألم. الآن في محاولات عديدة ناجحة في الدول الإسكندنافية، وكذلك في الدول في أمريكا، وكذلك في الدول الأوروبية، لأخذ العلاج بطريق الإنسولين عن طريق الاستنشاق عن طريق الفم. الآخر الأبحاث في هذا الموضوع مهمة جدا ومتطورة، وربما خلال أقل من سنة يمكن أخذ الإنسولين عن طريق الاستنشاق. ولكن إذا أي مريض يعاني مشكلة الربو، أي مريض عنده هناك أمراض تنفسية، لا يمكن أخذه عن طريق التنفس. وكما قلت هو لازال في الأبحاث، ولكن في الدول الإسكندنافية أخذوا يبدأون بإعطاء الأطفال في الدول الإسكندنافية الإنسولين عن طريق الاستنشاق. هناك محاولات عديدة لعلاج مرض السكر، لأنه يعني مرض السكر مرض منتشر. مرض السكر في السعودية ربما يتجاوز 25%، ومن 25% هناك 3 أو 4% أطفال يعانون من هذا المرض. هناك الآن في جامعة هارفارد في أمريكا محاولات جادة جدا وناجحة، تم ثبت نجاحه عند الأطفال، وتم نجاحه عند القردة والخنازير، واسطة زرع الخلايا بطريقة لا يكون هناك رفض لهذه الخلايا. تمت هذه العمليات بنجاح في جامعة هارفارد كما قلت، وهي على مستوى ريسيرش بروجكت ستيج 3، أي أنها متطورة. وربما نسمع خلال إن عام 2019 في نهايته صيحة كبيرة وتطور رهيب في علاج مرض السكر عن طريق زراعة الخلايا. هناك محاولات أغلبها فاشلة في الدول في أوكرانيا وفي بعض الدول العربية وحتى في ألمانيا ثبت فشلها، وأنا لا أنصح بالذهاب إلى هذه الدول، لأنها عبارة عن لا زالت في مرحلة التطور. نسبة نجاحها 10% ونسبة فشلها 90%. لنصبر في التقدم في هذا المجال، تقدم خطير وواضح. آمل من الله تبارك وتعالى في حلول عام 2019 أن يكون هناك حقيقة علاج حقيقي لمرض السكر بواسطة زراعة الخلايا. ما هي أفضل الطرق المتبعة للوقاية من مرض السكري؟ كما قلت مرض السكري 3 أنواع. النوع الأول عند الأطفال، النوع الثاني عند الحوامل، والنوع الآخر عند يسمون النوع الثاني من مرض السكر والذي يصيب كبار السن. مرض السكر النوع الأول هو عبارة عن أوتو أميون ديزيز، جينيتيك ديزيز، يظهر في عند المرضى بسبب عامل وراثي من ناحية الجينيتكس أليز أو جينيتيك ديزيز أو HLDR3. هذا المرض ممكن اكتشافه عند أي مريض عنده أخ مصاب بالسكر صغير، عنده أخت صغيرة، بفحص الجين اللوكيشن أو HLDR3. إن ثبت وجوده، وهذا طبعا إذا كان بوزيتيف أو إيجابي، ممكن علاجه مبكرا أو الوقوف أو منع حدوث النوع الأول بإعطائه علاجات خاصة. نجحت عدة دراسات في الدول الإسكندنافية وكذلك في الدولة في بريطانيا، هناك علاجات الآن مبكرة لمرض السكري النوع الأول، ولكنها لازالت في طور الأبحاث.
نسبة نجاحها 45 إلى 60%، ونأمل أن تزداد هذه النسبة. أما بالنسبة لمرض السكري الذي يحدث عند الكبار، وكما أسلفت هو عبارة عن مرض يحدث بعد 40 سنة، ولكن للأسف الشديد في بلادنا وخاصة في دول الخليج ودول الشرق الأوسط، أهم سبب حدوثه هذا المرض هو عبارة عن السمنة المفرطة وتناول النشويات وتناول السكريات بطريقة مفرطة. للأسف هناك أكثر من 50% في مجتمعاتنا تعاني من قلة ممارسة الرياضة. للأسف فإن مكونات الوجبات الصحية في بلادنا 70% منها عبارة عن نشويات كالرز والخبز والبطاطس والمعكرونة، وللأسف الشديد ليس عندنا ضوابط للناحية الغذائية أو للوجبة الغذائية، فترى في مجتمعاتنا معظم العزائم أو معظم الأكل الذي نتناوله ربما يكون فقط عبارة عن كمية وجبة رز كبيرة ووجبة لحم وليس فيها خضروات، مع أنه ثبت طبيا أن تناول الخضروات والمشي بطريقة صحية وعلى الأقل 30 دقيقة أو المشي 10,000 خطوة قد يمنع حدوث مرض السكر. فأنا أوصي، وبعد الخبرة التي مارست فيها أمراض الغدد والسكر لأكثر من 30 سنة، أن نغير من أنماط حياتنا. يجب علينا أن نغير نوعية الأكل الذي نتناوله، يجب علينا أن نوصي أولادنا وبناتنا بتغيير أنماط حياتهم. إن ربما تكون من نمط الحياة الجديد المتبع هو جنك فود أو كويك فود وتفري كوليت، الوجبات الغذائية السريعة التي هي عبارة عن خبز وعبارة عن لحم مشبع بالدهنيات، وهذه الوجبات والبطاطس، هذه الوجبة كفيلة إذا تناولها الإنسان لمدة 10 سنوات بحدوث مرض السكر. أنا أريد أن أوصي الأباء وأوصي الأمهات بتغيير نمط الحياة، وكذلك بتغيير نوع الأكل والوجبة الغذائية. هي الآن أوصت منظمة الصحة العالمية وأوصت العديد من الجمعيات الغذائية أن يغير الإنسان نوع وجبة الغذائية. فالآن منظمة الصحة العالمية توصي أنه ثلث الوجبة يجب أن يكون خضار، ثلثي الوجبة يجب أن تكون، ثلث الوجبة الآخر يجب أن يكون فاكهة، والثلث الآخر عبارة عن مواد نشوية غير سريعة الامتصاص كالخبز، كأكل الخبز البر، كأكل الرز الأحمر، هذا يكون ثلث الأكل. الثلث الآخر عبارة عن خضار وسلطة، والثلث الآخر يجب أن يكون عبارة عن تناول حصة أو حصتين من الفاكهة. هذه لو اتبعناها بالإضافة إلى اعتمادنا على ممارسة الرياضة وبشكل يومي، أقول وبشكل يومي لمدة 30 دقيقة، إذا كان الإنسان شاب يكون مشي بطريقة سريعة وهرولة، وإذا من تجاوز 50 سنة يكون يعني مشيه عادي، وإذا تمكن الإنسان من أن يمشي في اليوم مدة 10,000 خطوة، أنا أؤكد لكم أنه لن يكون هناك مرض سكري. فهناك دراسة أجريت في اليابان على أكثر من 10,000 شخص كانوا مصابين بمرض السكر، فغيروا نمط الحياة وغيروا نوع الوجبة الغذائية، وكذلك اتبعوا أن يمشوا 10,000 خطوة يوميا. 99% كانت نسبة نجاح هذه الخطة بأنهم توقفوا وتمكن السيطرة من السكري بشكل طبيعي ونهائي. لم يكن هناك حاجة إلى تناول الحبوب، ولم يكن هناك حاجة إلى استمرار في الإنسولين، فقط في تغيير الأنماط الصحية. هذا ملخص ما جاءني من الأسئلة. أتمنى من الله تبارك وتعالى أن نكون قد وعينا، وأن يكون لنا تحمل مسؤولية تجاه هذا المرض الذي هو بسيط جدا إن أحسنت علاجه وإن منعته، وهو سيء جدا إن لم نمنعه ونسيطر عليه. فمرض السكر إذا تجاوز المخزون السكر أكثر من 9%، فقد أنه يشكل أمراض
وعوارض ومضاعفات كثيرة تبدأ من الشعرة إلى القدم، هو أحد أهم الأسباب الرئيسية للأسف لانتشار العمى في المملكة العربية السعودية. 88% من سبب غسل الكلى في المملكة العربية السعودية، وهو أهم سبب لأمراض الجلطات والشلل النصفي وما شابه ذلك. تمنياتي لكم بالخير والسعادة، أسامة الخطيب.